وبأولى فقراتنا لليوم رح نروح يا ليلى لنحكي عن المهارات بشكل عام، وشفنا بالسنوات الأخيرة دخل هيك على حياتنا، على منهاجنا، على عقولنا حتى مهارات جديدة. بس هاي المهارات بتعتمد بالأساس على العقل، المفروض يبلش فيها الشخص بعمر مبكر أو بالمراحل الأولى من العمر. حتى اليوم في أشخاص بأعمار كبيرة أثبتوا نجاحهم بموضوع الحساب الذهني اللي دائما بيعتمد على التفكير الذاتي ليوصل لنتائج كتير صح، وكتير بيكونوا حريصين على التدريب لأنه دائما وقت اللي بتبلشي تدربي تبلشي تسقلي هاي المهارة أنت بالنهاية حصيري كوتش مثل الكوتش المعنى. تماما يا رشا، مثل ما ذكرتي انه انتشر كثير بالسنوات الاخيره، هو مقصد اساسي لتنميه المهارات صحيح. للاعتماد على التذكر والتفكير الذاتي. اليوم رح نحكي اكثر عن هذا الموضوع واليه التطوير والتدريب اليوم للاطفال مع ضيوفنا اللي صاروا معنا بالاستوديو، الاختصاصيه التربويه ايمان الحميدي والاختصاصيه التربويه منال ابو خير. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. اهلا وسهلا بحضرتكم، نورتوا صباحنا لليوم، مبسوطين كثير فيكم وبكل القصص اللي عم تشتغلوا عليها، الكورسات، المسابقات. رح نحكي بشكل موسع، خلينا هيك نبلش من عندك ونعرف الناس اليوم وقت بنقول حساب ذهني نحن عم نحكي عن فوائد عقليه جدا مهمه، خلينا نحكي عنها بشكل عام، خبرينا عن اهميتها. هلا الحساب الذهني هو عباره عن مهاره عقليه ورياضه فكريه بتنشط جزئي الدماغ الايمن والايسر، وبالاخص الايمن المسؤول عن الابداع والتذكر والتفكير. بيزيد الثقه بالنفس للطفل اللي عنده نقص بشخصيته، بيرفع معدل الذكاء، بينمي كثير مهارات عند الطفل، حتى هيك تخلق منه طفل رائع انه عنده طموح لحتى انه يطور من حاله. كثير رائع الحساب الذهني. تمام، كثير حلو. يا يمكن بالسنوات اللي او السنوات لما بيكون الطفل صغير يمكن بيتعلم اكثر او بيلقط اكثر بلغ العقل والدماغ عند الطفل، هي بتكون من اروع المراحل. تماما، هو اساسا اي خبره بدنا نكتسبها، اي شيء بدنا نصير فيه خبيرين هو بده تدريب. يعني انه اي مدرب او محترف هو شو كان؟ مبتدئ. والطفل نفس الشيء لما يبلش بشيء ابتداء رح يصير وصل لمهاره والاحتراف. صحيح. منال، بدنا ننتقل لعندك، خبرينا عن مستويات المدرب، كم مستوى هنون؟ هلق مستويات المدرب، عندنا ثلاث مستويات للمدرب. المستوى الأول هو بما يخص الجمع والطرح، المستوى الثاني هو بما يخص الضرب والقسمة، المستوى الثالث للمدرب بما يخص الجذور والأعداد السالبة. طيب اليوم عم تشتغلوا صح، نحن عم نحكي بموضوع الرياضيات ولكن موضوع الإنساني كمان كان موجود، وكان عندكم هيك فعالية خلينا نقول كورسات مجانية كانت لأبناء الشهداء وعلى أرواح شهداء غزة. صح. خلينا إيمان نحكي عنها بشكل أوسع، كيف توسعتوا فيها، عدد الطلاب قد ايه بقيت مدتها؟ نحن افتتحنا دورة مجانية بالكامل على أرواح أطفال غزة، لهم الرحمة أكيد، بس نحن ما بنوقف هون أبدا، يعني نحن مستمرين بالحياة. فنحن دعما لأسرة الشهداء افتتحنا دورة مجانية لأهالي اليرموك بالخصوص وأهالي المنطقة بالعموم. كانت الدورة كتير رائعة، كان فيها كتير تفاعل من المتدربين، كان عندنا أخصائيين بمجال الرياضيات، أساتذة لهم يعني وزنهم ومكانهم بالوسط الرياضيات المدرسية بالمنهج الأكاديمي، كتير حبوا الدورة، كان في كتير تفاعل. طبعا نحن ما توقفنا عند هاي الدورات، نحن رح نرجع نعمل دورات مجانية بدمشق على أرواح شهداء سوريا، لأنه يعني تم يعني انطلاقا من مقولة السيد الرئيس بشار الأسد الأمل بالعمل. الله يرحمهم، وعن جد شكرا كثير لكل شيء عم تقدموه ضمن الظروف اللي عم بنعيشها. تماماً. وأكيد الدورات المجانية يعني كتير بتدعم، اليوم في كتير من الأهالي أو في كتير من الناس بيحبوا يعملوا هي الدورات لكن ما عندهم قدرة أنه يدفعوا ثمن أو تكلفة الدورة. بدنا نرجع لعندك أستاذة منال، خلينا نحكي أكثر عن إنجازاتكم بدمشق. بإنجازاتنا بدمشق عملنا إعداد مدربين محترفين بما يخص الحساب الذهني، تهيئتهم أكاديمياً ومعنوياً للمدربين ليقدروا يتعاملوا مع الأطفال بأنماطهم المختلفة، صقل شخصية المدرب اشتغلنا عليها، وهي بما يخص المدربين. أما بما يخص الأطفال فهي دوراتنا كمان كانت قائمة على تنمية مهارات الأطفال بما يخص الحساب الذهني. ذكرت كلمة جدا مهمة وهو المدرب المحترف، شو بنقصد بهاي الكلمة؟
شو هن يعني اليوم دائما كنا نتوجه للاطفال انه شو الفائده اللي بياخذوها، شو هي الانواع، لكن اليوم نحن لحتى ناهل هذا الطفل وينجح صح ويقدم ويصير كوتش بس يكبر مفروض يكون عنده كوتش كثير قوي بهي الماده طبعاً. شو هي اهم المستويات اللي ممكن يصل الى الكوتش؟ شو يعني كوتش محترف؟ المدرب المحترف نحن صح عم نعطي بشكل خاص حساب ذهني، بس نحن ما بنتوجه بس للحساب الذهني، نحن عم نخرج متدربين محترفين، بمعنى انه نحن الخبره اللي اكتسبناها من عدد الاطفال اللي خرجناه لحتى وصلنا لهذا الموضوع عم نحطها بين ايدين المتدرب ليتعرف على انماط الاطفال، فهو بفوت على نفسيه الطفل، وين النقص الموجود عند الطفل، بشوف انا طفل خجول بدعمه نفسيا، بشوف طفل عنده قله ثقه بنفسه بدعمه معنويا، لحتى شو اتخلص من هي المشكله لحتى يصير هو انه عنده ثقه بنفسه لحتى يعمل الشيء اللي نحن بدنا نوصل له. تمام، ذكرت انه الاطفال في انماط من الاطفال، هل اليوم الحساب الذهني في له طفل معين او قدرات في اطفال ممكن يكونوا مؤهلين ليتدربوا على الحساب الذهني ويبدعوا فيه، ام يمكن هو بيعتمد على ذكاء الطفل كحد معين ولا الكل متاح للجميع؟ هلق هو متاح لجميع الاطفال، هي بالنهايه قدرات عقليه عند الطفل، هون الطفل بدنا نشتغل نحن على هي القدرات، هي بتكون مكمونه داخل عقل الطفل، فنحن كمدربين من واجبنا انه نظهر لهي القدرات العقليه، فدائما دائما الطفل ما في عندنا طفل، كل جميع الاطفال اذكياء، ولكن نحن بدنا نشتغل على هي القدرات. واكيد لحتى نشتغل على هاي القدرات فيكم هيك ندردش بهذا السؤال لانه هو كثير مهم، نحن التدريبات تمام. اللي بنوجهها للاطفال ويمكن اهم تمرين كان فصل الحواس لتنشيط الذاكره تنشيط الدماغ بشكل كامل. خلينا نتوسع اليوم بالمراحل الاولى، وقت اللي بيجي الطفل خلينا نقول بالمعنى العام خام لسه ما عنده هاي القدره ولا هاي المهارات، شو هي المبادئ الاساسيه اليوم للتاسيس الحساب الذهني بشكل صح؟ بداية نحن منعرف الطفل على مفهوم الحساب الذهني، نحن منشجعه بفيديوهات موثقة انه انت حتصير هيك حتى يصير عنده هدف بده يوصل له، منعرفه على الأباكوس، على اجزاء الأباكوس، على الشيء اللي بده يوصله للاحتراف. اول شيء ببلش بالشيء الملموس لينتقل للشيء المحسوس لحتى نستغني عن المعداد والآلة الحاسبة، لنعطي تمارين واجوبة بشكل سريع بدون استخدام آلة حاسبة، فهو بتصير عنده هي المهارة. وخبرتك انه نحن نشتغل على الدعم النفسي للطفل، انا كثير انا يعني باي مجال بالحياه انا باكد على الدعم النفسي، لانه الانسان لما يكون مرتاح وعم صحيح. يشتغل بحب باي مجال حيوصل. قديش مهمه هي الدورات التدريبيه وخصوصا بفترات العطل، يمكن دائما بنقول مع انتشار السوشيال ميديا دائما الاولاد على الموبايلات على الجوالات دائما، يمكن هي الشغلات بتفيدهم حتى بخففوا شوي عن الاهل من ضغط الجوالات، لكن اليوم هل في شيء آلية معينه ممكن الاهل يتبعوها مع اولادهم بالبيت ليحببوهم بهذا الشيء؟ هلا نحن هون كل يعني كل طفل صار الموبايل واصل بين ايديه، فنحن هون بدنا نحدد له وقت يعني وقت معين ليمسك الموبايل، فهون وظفنا الحساب الذهني كلعبه الكترونيه، دخلناها كلعبه الكترونيه، فهون عم يستثمر وقته للطفل بشيء مفيد له. هون كمان بيجي الاهالي دعمهم للطفل، ادخالهم هيك دورات كثير حلوه بتنمي قدراتهم، بتفيدهم بتحصيلهم الدراسي، لانه الحساب الذهني مثل ما بنعرف هو عم يعطي تركيز انتباه دقه ملاحظه للطفل تمام. هذا الشيء كله بيصب بالتحصيل الدراسي للطفل. صحيح، كمان في اطفال يمكن ما بيكون عندهم رغبه بهذا الشيء، فهي السؤال دائما بساله انه بيكون في معاناه من الاهل انه هن بيقارنوا باخوه او بابن جيرانهم او برفيقه انه هو وصل لهذا المستوى انت بدك اجباري عنك، ممكن هذا الطفل يوصل لهي المرحله او ما نجبره على هذا الشيء؟ هلا اول شيء لازم يكون طفل محب لهذا العلم. الأم ممكن تعرفوا للطفل على دورات الحساب الذهني، دخل على دورة الحساب الذهني، هون بيجي دور المدرب، دور المدرب بأنه يجذب الطفل لهي الدورات بتشجيعه، مثل ما تفضلت الأنسة إيمان بالدعم النفسي للطفل، هذا كتير شيء مهم. يمكن بالنشاطات يعني بالزبط. احنا نشوف خلال الكورسات حتى الكوتش نفسه بيروح لنشاطات اجتماعية، يعني اليوم أنت مانك عم حتى أنت ما بتحسي أنت اليوم عم تتعاملي مع مادة جافة، اليوم يعني كل الناس وقت اللي بيدخلوا بهذا المجال بحب الطفل، حتى الكبير بحب وقت اللي كان عم يشتغل على إن كان بالأباكوس إن كان خلينا نقول تدريبات فصل الحواس بطاقة
الطلبات البطاقات. خلينا نحكي إيمان عن هدول القصص، قديش بيأثروا بشخصية الطفل ودماغهم؟ كان موضوع فصل الحواس قديه مهم. فصل الحواس كتير على الطفل، لأنه الإنسان الطبيعي هو قادر أنه يركز على 5 شغلات بنفس الثانية. فنحن حلوة الملاحظة، الإنسان الطبيعي 5 قصص يعني قادر يركز عليهم بنفس الوقت. إذا تدرب وإذا هو اشتغل على حاله طبعا هو قادر أنه هو يركز على 5 شغلات بنفس الثانية. نحن اشتغلنا على أطفالنا اللي كنا عم نعطيهم حتى طلعوا بالمسابقة، وصلنا لمهارة أنه هو يلعب بالطفل بلعبة فصل الحواس. رجله اليمين بده يعملها بشكل دائري، رجله اليسار بده يرفعه وينزلها، وبنفس التوقيت أنا عم بعطيه تمارين منتل حساب ذهني وعم يعطيني جواب صح. في أعمار اليوم الحركات إذا هيك نأخذ شوي لقطات بفصل الحواس بتستخدمه، ممكن الكتابة بالعكس، يمكن طبعاً حركات الإيد يعني طبعاً. بس في أطفال يعني ممكن تتأخر عن طفل آخر بتدريبهم، ونرجع هون للقدرات اللي خلينا نقول مستويات الأطفال بدها تكون متفاوتة. ما في إنه كل الأدمغة حتكون نفس الشيء، كل الاستقبال عند الطفل حيكون ذات الشيء، لا، هي مستويات متعددة، بس النتيجة اللي رح نوصلها لازم تكون نتيجة موحدة. ليلى قديش بس بيفرق معهم الطفل يعني بعد التدريب وبعد فترة، يعني بحس انه المستوى عنده زاد، يمكن صار يجاري صح مدام؟ اكيد اكيد، الطفل هون هو يعني هو موجود يعني بين ايدينا فينا نقول كمدربين، فهذا الشيء بيحملنا مسؤولية انه نوصله لشيء كتير حلو. بالنسبة لعنا إذا الله راد في بالصيف عندنا مسابقات، فنحن عم نهيئه نفسيا، عم نهيئه أكاديميا لهذا الطفل لحتى يفوت بهي المسابقات. فقديش أطفالنا يعني بحاجة لهذا الاهتمام، وهن قادرين يعطوا وينافسوا باقي الأطفال دول العالم. تماما، وذكرتي النقطة النفسية يعني كتير طبعاً. إنه إلى دور كتير أساسي، ويمكن في معاناة شوي أول ما يفوت الطفل إذا كان بعمر صغير، ممكن في معاناة حتى لما بيفوت على الروضة كتير بيعذب حتى الأهل والمعلمات. فقديش الدعم النفسي وقديش عندكم هي طولة البال لازم تكون أكيد. والنفس الطويل أكيد، هذا كتير نشتغل عليه مع الطفل، ومبلش له من الأساسيات البسيطة لهي الحساب الديني. طيب خلينا نحكي لبكره، امبارح اسسنا واليوم مفروض مثل ما بيقولوا اليوم وبكره نقطف ثمار هذا العمل الشهور والسنوات التدريب، في لها نتائج حتكون ايجابيه كثير مهمه. خلينا نحكي عن المسابقه الجايه، نفصل هيك فيها اكثر، يعني شو محضرين، يعني دردشه مع حضرتكم تفضل. هلا بالنسبه لانجازاتنا اللي نحن عم نفكر يعني اللي رح نفكر فيه، هو انه نحن مستمرين اول شغله بالدورات الحساب الذهني، رياضيات الفيدا كثير رائعه، مكعبات الروبيك، كل ما يخص الذكاء ويساعد على تنمية الطفل، نحن عم نحاول إنه نضلنا مستمرين بهي الدورات لحتى نوصل مع الطفل لإنجاز كتير حلو ورائع، لحتى نخلق جيل نحن بنفتخر فيه، لأنه أطفالنا صدقا عندهم ذكاء رائع، بس بدنا نعرف نستغل هي المهارات. نحن عم ننشئ جيل للحساب الذهني لنوصل لمسابقة يحط بصمة الطفل فيها. مين المسابقة حتكون؟ هل حتكون على مستوى جميع المحافظات السورية؟ لا، هي حتكون على محلية على مستوى دمشق، لحتى المستوى البطل والميدالية الذهبية حينتقل للعالمية بمشاركة 22 دولة من مختلف العالم. تمام. وين حتكون مشاركة الخارجية؟ يمكن كثير بحاجة نحن للمشاركات الخارجية اليوم. ب 22 دولة من كثير، عندنا السعودية، في عندنا الإمارات، في عندنا الأردن، عندنا تركيا، كثير دخلوا حتى ألمانيا هذيك السنة، وهي بتكون أونلاين طبعاً. قديش حلو نشوف أطفالنا اليوم عم ينافسوا على مستويات، يعني والتحدي إنه أونلاين، يعني اليوم ما في إمكانيات أكيد للسفر، فنحن رايحين لموضوع الأونلاين، وشفنا مسابقات كثير كانت مثال لموضوع الأونلاين ونجحت. تمام طبعا. عم تذكروا المسابقات هي بحد ذاتها منافسة، وقت اللي انتم بتعيشوا ممكن هدول الأطفال منافسة، طبعا أكيد منافسة إيجابية، مو مثل أحيانا هذا أشطر منك أو هذا مثل اللي بيعملوها أغلب الأمهات بالبيت، بيخلي الطفل يمكن يصير عنده رد فعل سلبي، رد فعل إيجابي، منافسة بين الأطفال. خلينا نحكي شوي عن هاي هلق نحن بالنسبة للأطفال دائما نخبر الطفل بس يفوت على المسابقة، مجرد دخوله للمسابقة هو حدا متميز، لأنه مجرد ما هو طالب حساب ذهني فهو حدا متميز، حدا له تكريمه، له ميدالية
فهذا الشيء بيعطيه تحفيز له لحتى ينجز بهي المسابقة انه يصيروا مثله. بالضبط بالضبط. طيب وقت بنقول كوتش في اساسيات مفروض تكون موجوده بالكوتش، شو هي صفات الكوتش الناجح يعني من خلال تجربتكم؟ انتم اكيد كنتم متدربين صح؟ يعني كان في كوتش عم يعطيكم واسسكم، واليوم انتم ما شاء الله عم تعطوا انتم صح. من خلال هاي التجربة يعني شو حسيتي؟ شو أكتر شيء مفروض الأساسات تكون موجودة بالكوتش؟ في عالم ساويتها وراحت قعدت بالبيت، يعني إحنا ما فينا نقول كل حدا ساوى هاي الكورسات صار كوتش بالنهاية. طبعا نحن بنرجع لموضوع الأسلوب، اسلوب بتوصيل المعلومه. لما انا عم وصل لك معلومه بحب انت حتحبيها، فانت حتحترفي حتوصلي للاحتراف تمام. اما لما انا عم بوصل لك اياها بشكل ما نو صح فاكيد ما حتنجحي بمجالك. انت حتحبي مجالك، حتطمحي انه انا بدي احط بصمتي فيه حانجح، فانت حتخرجي مدربين لانه انت اساسا دعمتيهم وعرفتيهم لوين رح يوصلوا تمام. طبعا هذا مع الاراده ومع التصميم رح نوصل. شخصيه قويه مفروض تكون قائد واثق من نفسه كمدرب، لازم هذا المدرب يكون واثق من نفسه لانه عم يتعامل مع الطفل، فهي بده يعطي هي الثقه للطفل، فهو من واجبه كمان يكون مؤهل لهي الشيء. مدرب لديه اسلوب واستحضارات ويعني لديه مؤثرات متجددة ولديه ادوات، يعني المدرب لازم يكون عنده ادوات يستحضرها بالوقت المناسب. خلينا نحكي عن الحالات هيك شوي اللي مرقت معكم من خلال الدورات سواء للأطفال أو للكبار. ممكن أنه تمرق معكم حالات أنه يكون الطفل والأم بنفس الدورة أو بيتشجع الطفل الأم الطفل والأم. أنا واحدة من هاي التجارب. أنا واحدة من الأمثلة. أنا بنتي تعلمت حساب ذهني، فأنا مجرد ما تعلمت الحساب الذهني حبيت تابعها فدخلت الدورة لهذا السبب وهي النتيجة. قديش بتتشجع منك بنتك لما بتشوفك انت معها؟ ايه كثير كثير حلو، يعني حدا محفز على طول. حلوه الفكره مثل الجامعه الخاصه، يعني بتلاقي الاب وال نحن عندنا دربنا اطفال كل المستويات، استمروا معنا كل المستويات وهن هلا موجودين بالتدريب، صاروا كوتش ومدرب هنو الاطفال نفسهم طبعا. طيب خلينا نحكي عن المسابقات اللي راحت، شو انتجتوا؟ شو اعطتكم؟ شو زادت عليكم خبره؟ يمكن دائما مثل تجربه نحن بنمرق فيها بناخذ فائده بنحملها للتجربه التاليه. هلا انا عملت مسابقه من فتره شي 3 4 سنين كانت بمنطقه جبل الشيخ، كانت الاوضاع بشكل عام ما انا كثير صح، فهي كانت مثل عرس وطني جمعت كل اهالي المنطقه طبعا. كان كثير حلو، كان لها اثر كثير نفسي حلو علينا وعلى الكل الاهالي تمام. خلونا هيك نقدم من حضرتكم يعني نصائح للاهالي بشكل عام، انه كيف اليوم نحن عن جد هي المعضله اللي ذكرناها دائما هي الجوال اليوم، كيف بدنا نبعدهم؟ كيف بدنا نبدا مع اولادنا نوعيهم على شيء قديش هو مفيد؟ عن في عالم كثير يعني ما بتعرف او بتقول لك انه عادي، يعني ممكن بيتعلم بالمدرسه الرياضيات وخلص. للاسف اللي انا شفته بهذا الجيل انه الطفل اللي ما معه موبايل هو بيعتبر حاله انه هو طفل ما انه مدلل تمام. انا مو غلط اني انا اعطي ابني موبايل، انا مع الموضوع لكن استخدمه بالطريق الصح، يعني انا فيني انزل له برامج تعلم اللغه، فيني انزل له برامج باي عمر باي عمر، حتى من عمر الثلاث سنين على فكره لما تنزل له برامج يسمع اللغات هو حيطلع حدا كثير اللغه عنده سهله ويستفيد من الموضوع، يعني احنا فينا نستفيد من التكنولوجيا بشكل صح، ماني ضد، بس طبعا مو إن تكون هي الدوم شغلنا الدوم عليها، لا انا بفضل انه يروح الطفل للحساب الذهني الالعاب الذكاء لحتى يضل في عنده تشغيل، حتى لو يكون بين رفقات بين مجموعات افضل بيكون له. ست منال اليوم كنا عم نحكي بفكره، انت مع اليوم وانتم حضرتكم بهذا المجال انه يكون الحساب الذهني ولو حصه اسبوعيه بالمدارس يدخل بموضوع المنهاج؟ أكيد اليوم بيوفر تعب على المدرس الرياضيات بشكل خاص كمان. اكيد ما هي طبعا. بالنهايه عم تنشط له عقله للطفل، فهذا الشيء عم يساعده بالدراسه، عم بتعطيه انتباه مثل ما حكينا، دقة ملاحظة، هذا الشيء بيخص بما يخص بتحصيله الدراسي. بنجي على رياضيات الفيدا، رياضيات الفيدا هي قريبة جدا لمنهاج الدراسي بالمدارس يعني، فهي كثير جدا مهمة يعني وبحاجة لدعم. طبعا اكيد بدها عليا. انا بفضل انه تكون لها حصه بالمدرسه، حصتين يا ريت يا ريت، لانه لما انا اعطيه بشكل خاص الحساب الذهني بمدرب هو محترف ممتع، لانه
انه هو ممتع اعطيه للطفل مو كعابر سبيل انه بس كمعلومات عامه، لا انا ادخل على نفسية الطفل طبعا طور منه، فهو اكيد يبدع اكاديميا بالمدرسه. يلا ان شاء الله هيك مهمتكم. وبما يخص بالعاب الذكاء فهي جدا كثير مهمه، مكعبات الروبيك المختلفه فهي جدا كثير مهمه، حلوه كثير تتعلم بالمدرسه. تماما. صرنا نشوف هدول المهارات بشكل كثير شائع، وبالنهايه نحن بنرجع بنقول طالما عم نحكي عن موضوع علمي عم يطور القدرات العقليه، فاكيد مهمتكم ان شاء الله هيك بتتعمم هاي الفكره اكثر. شكرا لحضوركم لليوم، شرفتونا، نتمنى لكم التوفيق للمستقبل، وهيك بنشوفكم بالمسابقه الجديده بحققين ميداليات ذهبيه على المستوى الدولي كمان. اهلا وسهلا بحضراتكم. شكرا لكم ولجهودكم اللي عم تقدموها على الاطفال اليوم وعلى حضوركم معنا. شكرا كثير لكم. شكرا.